ومن عالم التنس إلى تذكير بالعناوين. محافظ صلاح الدين يرأس اجتماعا أمنيا وحصر صلاحيات منح التصريح الأمني بمديرية الأمن الوطني في المحافظة. محافظ صلاح الدين يناقش مع الكوادر الهندسية تطوير البنى التحتية وتحسين المشاريع التعليمية وتقديم الخدمات للمواطنين. قائد عمليات سامراء يعلن تنفيذ عملية نوعية لترسيخ الأمن ضمن قاطع المسؤولية، ويشيد بالدعم الذي يقدمه المحافظ للملف الأمني في المحافظة. قصف السفارة الأمريكية يسخن الأجواء بين بغداد وواشنطن ويعرقل اختيار رئيس الوزراء الجديد بمديات لا تخلو من المخاطرة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله. إلى اللقاء.